ولا ما كرهتش انا، ولا ما كرهت نبيعها ب 700 ولا 600 مخلطه في رمضان. ولكن راه الغلا دابا تيجعلك دابا ما حتى تشري دواره غاليه تيحكم عليك السوق انك تبيع انت تزيد واحد شويه. الدواره دابا اللي تزاد فيها 10000 ريال ديال 50000 ولا 60000 بالنسبه لواحد صايم وهادي وغادي يدير الدخان تتجي بحال ثقيله شويه، كاين اللي ما عندوش ديك النفسيه باش ياكل القتبان في رمضان وشي حاجه ثقيله اللي يدام. ما جاتني الاول قلت لي 13 عبرت لي الثاني 13 جاتني ثقيله على الناس ما عجبنيش الحال. وانا ولي دير لي 12 شي باقي معطو يعني حتى العام الاخر عاد توجد السلعه ديال العلف اللي غادي يعطوا للبيم. وانت بغات تسمن هذيك البيمه يعني خصو حتى العام الاخر ثاني خصها عام اخر ولا 8 شهور ولا 6 شهور ولا 7 شهور ويدفع العلف عادي مكلي يعني عام ونص. والحمد لله حنا غاديين مع الوقت، واخا يكون الغلا واخا يكون الرخا الحمد لله. قال لي اخو 40 درهم زادوا واحد نغي زاد دابا قرب سيدنا رمضان. كاينه الدواره دابا اللي تزادت فيها 10000 وكاينه الدواره دابا اللي تزادت فيها 10000 ريال ديال 50000 ولا 60000 وتنتمناو من الله يكون شي رخا في هاد الايامات. الله يجيب الله يجعل ربي يروينا بشي رويه ديال الشتاء يرطبوا القلوب ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا الغلا ديال الكرشه في رمضان هي تيكون على الاقبال وتتبقى الكبده حيت الناس ما تيشوش بزاف في رمضان، تيكون الشيء في رمضان. بالنسبه لواحد صايم وهادي وغادي يدير الدخان تتجي بحال ثقيله شويه، كاين اللي ما عندوش ديك النفسيه باش ياكل القتبان في رمضان وشي حاجه ثقيله اللي يدام. بس ياكلوا شي حاجه خفيفه في رمضان مع الصيام وسميتو، كل شي حاجه خفيفه وتينوض يمشي يصلي التراويح تيبقى خفيف، تيرجع ثاني تياكل شي شويه في العشاء شي حاجه خفيفه، ياكل شي حاجه خفيفه ثاني يعتق بها روحو يمشي ينعس ثاني تا للسحور. والريحه كاينه كاينه كيف رمضان كيف بلا رمضان، ماشي الهدف هو ولا المهم هو الناس خصها تشوي غير من غير رمضان. كاين اللي تيشوي تا في الفطور كاع. شويه كاين اللي تيخلطها مع الكرشه مع سميتو تيزيد واحد 200 ريال ولا مثلا الكرشه دايره 50 درهم مثلا في رمضان مخلطه فيها ريه فيها مصران فيها شحمه فيها كذا تيزيد واحد الطريف ديال الريه وواحد الطريف ديال الكبده وواحد الطريف ديال القلب وواحد الطريف ديال الطيحان تيحسب لها 60 درهم مزيانه اللوكال. ما كرهتش انا والله ما كرهت نبيعها ب 700 ولا 600 مخلطه في رمضان. ولكن راه الغلا دابا تيجعلك دابا ما حتى تشري دواره غاليه تيحكم عليك السوق انك تبيع انت تزيد واحد شويه. ايوا من طبيعه الحال دواره الا تخلي فيها 5000 ولا 6000 من جيبك ولا 10000 اربعه دوارات درت بهم خمسه السواق وخليت 22000 ريال من جيبي انا وديال هذه خطيه. ولكن الحمد لله ملي لعب ما يتنقر هذا هو البيع والشراء. راه 60 درهم 13 100 باش عبرت لكن ما جاتني الاول قلت لي 13 عبرت لي الثاني 13 جاتني ثقيله على الناس ما عجبنيش الحال. وانا ولي دير لي 12 صراحه هي هذه ما عجبنيش الحال. وانا ماشي ما قادرينش راه تقول لي الكليان ديالك 13 راه غيحشم منك لان الكليان ديالك غيقول راه شاري الغلا ويقدر الظروف يزيد هاد ال 100 ولكن كاين واحد اللي تتجي قاصح. البيع والشراء هو هذا راه خاص تكون قنعان. اش بغيت دير كاع وفين بغيت توصل والو. النهار الاخر يقولوا الله يرحم بدا 3000 ريال 2800 هو العبار ما راه بلايص اخرى راه 3400 الكبده والقلب ديها ولا سير. واه شفت فيديوهات ديال الناس في البراديه ولا مع سوق السبت هذيك الكبده والقلب 3400 كرعين تنبيعهم حنا هنا مثلا ب 5000 تيطلبوا لهم 3000 في العماره جات ب 6000. واه شفت فيديوهات يعني ولكن راه ثاني الا جيتي تشوف ثاني تلقى هذاك ثاني زيد حتى هو 15000 ولا 16000 على الدواره علينا حنا مقارنه معنا حنا. حنا تنقولوا عندنا الغلا ولكن ربما تا هو يقول لك عندنا حنا غلا كثار منكم. كاين نقص كاين نقص في البهايم فهمتي واخا ما تحكمش لان هادي ماشي علاقه بالشتاء. دابا غير الانسان تيتسعدر بالشتاء وتيتسعدر بهادي وهادي هي الله يرحمنا ولكن شي حاجه اللي مازال ما وصلاتش ما عمرك تحكم عليها. صب الشتاء وينوض الربيع وين تبغى تسمن هذيك البهيمه باش ترخاس راه خص الفلاح حتى هو يكون عنده الفائض ديال التبان خصو يكون عنده الوراق ديال الشمندار خصو يكون عنده البال ديال الفصاخ يعني حتى العام الاخر. وهي الشتاء معطله فين هي الفارينه فين الشمندار فين هذا
فهمتي فين هاد الفصافين اش تعطلات يعني الربيع وداك الشيء باقي معطل يعني حتى العام الاخر عاد توجد السلعه ديال العلف اللي غادي يعطوا للبيم وانت بغات تسمن هذيك البيمه يعني خصو حتى العام الاخر ثاني خصها عام اخر ولا 8 شهور ولا 6 شهور ولا 7 شهور ويدفع العلف عادي مكليه بها يعني عام ونص ولا قاصحه بزاف راه العام تيجري على عام اللي بغى شي حاجه من انحاء المغرب مرحبا به النمره راه في على المباشر 06 18 14 92 64 اللي بغى شي حاجه يتصل بنا مرحبا به كل شيء موجود الحمد لله حدا الكزاره حدا سيدي موسى رسمي يوميا من غير السوق راه تمشي للسوق الخميس والاثنين والسبت واليامات الاخرين رانا رسمي تما ان شاء الله Thank you.